واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. أيوة دي حاجة مهمة جدا. بقدر احتياجك إليه. وامن للجنة بقدر حياتك فيها، لأن الحياة في الجنة ما فيش بعدها موت. صحيح. يا سلام. وامن للنار بقدر تحملك فيها. اللهم أجرنا. أيوة. محدش. أيوة أيوة. مين مش في احتياجه إلى دي الله. مقولة رائعة جدا يا أستاذ جمال. مقولة جميلة، ربنا يرزقنا تنفيذها. ده طبعا كان مقولة الإمام الغزالي. رائعة رائعة. بشكر حضرتك جدا جدا أستاذ جمال. كل سنة وحضرتك طيب وبكل خير. وحضرتك كمان أستاذ جمال وكل مستمعينا يا رب. على التليفون الثاني أستاذ محمد. أستاذ محمد إيه ده؟ صباح الفل يا دكتورة. صباح الخير. صباح الفل. صباح كل حاجة حلوة على عيونك بوجودكم والله. دايما كده في أحسن حال ومنورة الدنيا كلها. بوجودكم. كتير ولا جات الشباب رياضة بس. بوجودكم الجميل. الله يخليكي وتحية لإمام نوار ومحمد صلاح. وسنة خير عليكم كلكم. بيحيوا حضرتك جدا 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 يا رب. سنة سعيدة على كل المستمعين يا رب. يا رب آمين آمين. بص بقى دولك حاجة يا دكتور. اتفضل. سنة عدت بكل ما فيها ولسه فاضل النهارده وبكره، ربنا يعطيهم على خير يا رب. يا رب. أستاذ محمد هو ربنا إن شاء الله هيعديهم على خير وهيجيب لنا الخير كله إن شاء الله. أستاذ مصطفى الدرديري صباح الفل على حضرتك، تحية لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. زهرة البنفسج كل سنة وانت بكل خير وصباحك سعادة ورضا. أستاذ عبد الحي علي كل ثانية كل ثانية وكل سنة وانت في سعادة وصحة، بشكرك جدا. يا سلام على الرسالة بقى بتاعت أستاذ أحمد محمد، يعني بشكرك جدا لأنه بقى بيتكلم منين؟ بيتكلم من الورشة ومعاه الصناعية والعمال والفنيين. يا سلام، ده أحلى حاجة الرسالة الجميلة دي. ربنا يحمي مصر قيادة وشعبا. تحيا مصر والناس المحترمة في مصر. بشكرك جدا والله العظيم يا أستاذ محمد، ده أنتوا الإيد الشغالة الجميلة. المصري اللي بيصحى على أكل عيشه وعلى سعيه، سعيه اللي بيتحسب له. بشكرك جدا والله، يعني بتسعدني قوي قوي بالرسالة وبالصورة الجميلة دي. استبشار بقى ب2021 يا رب تكون أحلى مما نتوقع إن شاء الله. أستاذ حمادي كاتب لنا حظك اليوم، اليوم 30/12/2020، عيش حياتك كما تريد ليس كما يريد الآخرون. الحكمة بقى الناس بيغيروا وشوشهم كل يوم، فما تبحثش عن قيمتك في وشوش الناس. فلكيا انا باخد مقتطفات كده، يعني هو كاتب اللي يعني على الصفحه على الفيسبوك مليانه تفاصيل. اسمع كلام ايجابي وتتلقى عروض جيده تعيد الى قلبك الاطمئنان وتتاح ليك فرص توقيع عقود جديده. يا سلام، ده هو كاتب ايه؟ برج الجدي اللي هو برج دلوقتي، برج دلوقتي. لكن هو كلام جميل ينطبق علينا كلنا في أحلامنا وأمنياتنا وطموحاتنا. يا رب سنة سعيدة على الكل. أستاذ وليد عايز نتكلم عن الكبت، التحرش، التدين، الرجولة، الأنوثة، حلقات نعرف هل اتغيرت معايير الرجولة والأنوثة والتدين، التحرش، الكذب، الكبت. هنشوف بقى تغيرت ولا لا. والله أنا باخد الموضوعات دي وبدون وباخد من مقترحاتكم أفكار وخطط عمل السنة الجديدة.